ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز التاسعة مع دينا شرف، اتفضلي دينا. شكرا لك. من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب. كما اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. استقبل الرئيس السيسي رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية. وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. ومن جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد. كما شدد الرئيس خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه فيه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة تشمل عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة بهدف دفع مسار وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية مستقلة. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد عباس في كلمته إلى الرئيس بايدن أنه يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتدخل الفوري لوقف العدوان. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة أن تحكم السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف في قطاع غزة والضفة الغربية بعد نهاية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وشدد الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة واشنطن بوست على ضرورة عدم حدوث تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو إعادة احتلال للقطاع. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقره الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من النقابة العامة للاتصالات. وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الذي ثمن نشاط النقابة في توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لأعضائها. كما أشار فوزي إلى إنجازات القيادة السياسية على كافة المستويات التي تهدف لتحسين معيشة المواطن، وخصوصا في تطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار. أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي لا يحمل شحنة نووية من منطقة في جنوب غرب البلاد حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية. ومن جهته أكد وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو
أن هذا التطور يديم مصداقية ردع فرنسا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدى باريس، وتقع منطقة سقوط في شمال المحيط الأطلنطي على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل، في حين أجري هذا الاختبار بدون شحنة نووية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.